قالت: رأيت رجلا ظاهر الوضاءة أبلج الوجه. ظاهر الوضاءة يعني ظاهر الحسن، أبلج الوجه يعني مشرق الوجه. ظاهر الوضاءة يعني جماله ظاهر بين واضح لا يختلف عليه اثنان. لم تعبه نحلة يعني نحول مش هزيل، ولم تزر به ثقلة، ولا هو يعني سمين تخين، لا هو نحيل ولا هو سمين من السمن. وفي رواية: لم تعبه نجلة، مكان نحلة نجلة، لم تعبه نجلة، والنجلة يعني طول شق العين. ولم تزر به صعلة، صعلة يعني بنقول الرواية الثانية، احنا قلنا ثقلة خلاص خلصناها، بنقول الرواية الثانية. لم تعبه نجلة يعني طول شق عين، ولم تزر به صعلة يعني صغر رأس، الصعلة صغر الرأس. وفي رواية تالتة: لم تعبه ثقلة يعني كبر بطن، ولم تزر به ثقلة يعني ثمن، أو صعلة يعني صغر رأس. وكل هذا في النبي يعني. لم تعبه نحلة، لم تعبه نجلة، لم تعبه ثقلة، ثلاث روايات كل واحدة بمعنى. ولم تزر به ثقلة يعني ولم تزر به تعيبه أيضا، لأن إيه أزر بالشيء يعني عابه. وسيم قسيم، وسيم قسيم يعني جميل متناسق، وسيم قسيم يعني جميل متناسق صلى الله عليه وسلم. في عينه دعج، في عينه دعج. ايه هو الدعج؟ شدة سواد السواد وشدة بياض البياض. وبعد ذلك كان في عين نبينا في مآقيه يعني بياضه الداخلي حمرة بسبب كثرة السهر وكثرة قيام الليل وكثرة قيامه بأعباء أمته صلى الله عليه وسلم. وهذا يحدث عند الإنسان الذي ينام قليل ويجتهد كثيرا، فكان عنده حمرة دائمة في مآقي عينيه بعد ذلك بعد بعثته. أما قبل البعثة فكان شديد بياض البياض شديد سواد السواد صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا هو الدعج.